الثلاثاء 27 أغسطس 2019 في عرب وود الليلة. نجوم تراجعوا عن الاعتزال. سؤال لم تفكر فيه نداء شرارة. والله ما فكرتش بهذا السؤال لأني بحب أزور كل البلدان. إيرادات فيلم هوبس أند شو. You have no idea what we're dealing with. أغاني تسمعها ساندي لما بتكون في باد مود. بحب مغني اسمه سغومي، بحب أسمع أغاني بتاعته عشان فيها بيت كده لما بكون باد مود يعني. لماذا بكت أريام؟ هذه أكبر خسارة يمكن في حياة أريام كلها. أهلا بيكم مرة تانية. شهدت الفترة الأخيرة تفكير بعض الفنانين في الاعتزال والابتعاد عن الفن، في منهم نفذ ده بالفعل وآخرون اتراجعوا تماماً عن الفكرة، وفنانون آخرون أخذوا الموضوع على سبيل المزاح. بعد أن فاجأت إليسا الجميع بخبر اعتزالها من خلال تغريدة عبر حسابها على تويتر، عادت وغردت مرة أخرى ببوست كان مضمونه إنها تحب الجميع من أعماق قلبها، وذكرت محبيها بالألبوم القادم. فهل يعتبر ذلك رجوع عن قرار الاعتزال؟ هذا ما ستوضحه الأيام القادمة. ما بدي تقرب لي وتسلم عاد علي، كأني حدا عرفته خلصت الخبرية. ورد صلاح عبد الله على تويتة إليسا بشكل كوميدي وغير مباشر، وكتب على تويتر: بفكر أعلن اعتزالي التمثيل وانتوا تهشتجوني وتتحايلوا عليا، بس خايف أعمل كده محدش يقول أوعى. وعلق العديد من متابعيه على تلك التغريدة بشكل كوميدي، وكان أبرزهم لاعب كرة القدم السابق أحمد حسن والمخرج عمرو عرفة. ويواصل صلاح عبد الله تصوير الجزء الثاني من مسلسل قيد عائلي بعدما عرض مسلسله الأخير هوجن. وانت لسه شفت غاغا يا كيمو؟ وبعدين ما يصحش برضه، عيب عليك. بقى انا داخل اقول لك هشتري ابو كمال تقول لي غاغا. وايضا فله الجزائريه تراجعت عن قرار الاعتزال من قبل، واللي اعلنته اثناء استضافتها في احد البرامج التلفزيونيه على الهواء، ووضحت ان هذا القرار بسبب التهميش الفني اللي تعرضت له. وبعد حوالي شهر من القرار نشرت عبر حسابها على انستغرام فيديو وعلقت عليه انها ستعود للغناء مره اخرى، وبالفعل نجحت في تقديم اغاني جديده. أما دولي شاهين فقد أخذت قرار الاعتزال من قبل، وكان السبب أبنائها والاهتمام بعائلتها، وبعد ذلك تراجعت عن القرار بسبب رؤية ابنتها للموضوع بأن لديها معجبين كثيرين ومن الصعب الاعتزال في ذلك الوقت. وتحاول دولي بقدر المستطاع أن توازن بين شخصية الأم والفنانة، وتعود للساحة الغنائية بأغنية منفردة بعنوان الحاجة دعيالك. أنا اللي عليك تكون سندة وتبقى بقلبها شايلك. هننتقل دلوقتي عند زميلتنا سلمى الأزاز في نيوز روم. مساء الخير يا سلمى. مساء الخير خليلي. استعدادا للدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي واللي ستشهد منافسة 80 فيلم، انعقد المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الجديدة والمنتظرة من كل عشاق السينما.
اهلا بكم في المؤتمر الصحفي للاعلان عن تفاصيل الدوره الثالثه لمهرجان الجونه السينمائي. حضر المؤتمر الصحفي كل القائمين على المهرجان وعلى رأسهم الأخوين نجيب وسميح سويرس مؤسسين المهرجان. طبعاً النهاردة بيتكلموا عن المهرجان لكنه بقاله يعني 20-30 سنة وكده. كما قامت إنجي المقدم بتقديم المؤتمر. الفترة اللي فاتت من أول ما بدأت إني أمثل كنت عايزة أفصل قوي، يعني كنت عايزة ما بقاش المذيعة اللي بتمثل، عارفة عايزة أنسي الناس شوية قصة المذيعة دي، فكنت برفض أي حاجة ليها علاقة بتقديم، ليها علاقة بأمسيين بأي حاجة يعني، لكن ما قدرتش أرفض خالص حاجة ليها علاقة بالسينما ومؤتمر ليه علاقة بمهرجان مع عزيز على قلبي وبحترمه وبدعمه جدا ومش بعيد عن شغلي الحالي، فتحمست وكنت سعيدة قوي باختياري الصراحة. يهدف المهرجان أيضا إلى تعزيز تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام وربط المخرجين من المنطقة بندرائهم الدوليين. وفي الدورة السابقة للمهرجان تقلصت الميزانية بالمقارنة مع الدورة الأولى دون أي تغيير ملحوظ في الفعاليات، فماذا عن الدورة الثالثة هذا العام؟ النجاح اللي احنا بنعمله ان من سنة لسنة بنحاول نزود عدد الرعاة بحيث انه نخفف العبء على الأخوين سويرس، احنا كمجموعة شباب بنعمل في المهرجان، وأيضا لان مفيش مهرجان يستمر بأسرة او شخص واحد، مهرجان لازم يبقى مشارك فيه البلد كلها، كل رجال الأعمال، كل مؤسسات الدولة. ارتباط المهرجان بالمجتمع والقضايا اللي بتخص المجتمع من قضايا مرأة وقضايا المهمشين أو قضايا الأقل حظاً أو الفئات الأقل حظاً. وأثناء المؤتمر أعلن عن عرض 80 فيلم من كل أنحاء العالم. احنا أعلننا النهاردة عن 69 فيلم اوريدي من اللاين اب اللي هيصل ل 80 فيلم، أو اللي قررنا نأجل 11 فيلم منهم للإعلان الأسبوع الجاي. عندنا النهاردة كمان أعلننا أن الفيلم افتتاح مهرجان فينيس والمشارك في مسابقة رسمية هو الفيلم الأول برا اليابان للمخرج هيروكازو كوريدا اللي حصل على السعفة الذهبية السنة اللي فاتت، فيلم من بطولة جوليت بينوش، كاترين دينيرف، إيثان هوك، ومن أهم إنتاجات العام. احنا عندنا 5 أفلام عربية في مسابقة الأفلام الرؤية الطويلة، فيلم الجزائري وفيلم المغربي بابيشا وآدم، واللي بعضها بيشارك في فينيس خلال أسبوع وتأكد بالفعل أنه هيبقى موجود عندنا في مهرجان، زي فيلم ستموت في 20 لأمجد أبو العيلة، أو تورونتو زي فيلم 1932 وليد مؤنس 1982 وليد مؤنس آسف، وفيلم نورة تحلم للمخرجة هند بجمعة من بطولة هند صبري. كما تم الكشف عن بعض المفاجآت التي يحملها المهرجان لكل جمهوره. من مصر كان فنان هنيدي، محمد هنيدي، اللي هو ايضا يعكس توجهنا انه احنا مو فقط مثل ما قالت بوشفا في المؤتمر الصحفي، مو فقط احنا نهتم بالناس اللي كبار السن وانما اي شباب، المهم انه يكون لهذه الجائزة تحفيز للآخرين. بالنسبة لأمينة مسعود في الحقيقة هو بين كوكبة من النجوم الدوليين اللي راح يحضرون، لأنه نعتبر احنا أمينة مسعود هو مو مصري فقط وإنما هو يعني فخر لكل المنطقة العربية أن يكون واحد مثله وصل إلى هذه المرحلة. طبعا أولا أبو يعني بمنزل بعمل معنا أغنية المهرجان السنة دي، وفي الفنانة ماي لقيتي كمان المهندس نجيب بينتج الأغنية هي عاملة أغنية بالإنجليش، فده بيبين لك برضو أن المهرجان إزاي بقى سيزن للأغاني والأفلام طبعا، بس الأغاني يعني دلوقتي كمان بعد أول سنة. أما محمد رمضان فما زال مثير جدا للجدل كعادته، خاصة بعد حفله الأخير بالساحل الشمالي واللي شهد إقبال كبير جدا من الجمهور، لكن في نفس الوقت نالته انتقادات لاذعة جدا سواء من السوشيال ميديا أو من الإعلام. زميلتنا نور طلعت اهتمت إنها تواجه نقابة المهن الموسيقية بكل اللي حصل وتعرف ردهم إيه على الاتهامات. محمد رمضان عامل عرض ميوزيكال شو، أنا بقول له شكرا أمتعت الناس. احنا ليه دايما اي حد ناجح بنحاول نقطع فيه؟ بكل قوة بيدافع احمد رمضان سكرتير عن نقابة الموسيقيين عن موقف النقابة من حفل محمد رمضان الاخير بعد الانتقادات الشديدة التي وجهت لرمضان وللنقابة. محمد رمضان حصل على تصريح من النقابة، سدد رسوم تصريحه للنقابة
وده وضع طبيعي جدا لانه بيزاول، فسدد الرسم بتاعه من حقه، التزم بالتصريح بتاعه. ومن ابرز الانتقادات التي وجهت للحفل هو ظهور محمد رمضان شبه عاري الصدر. لا هو كان لابس قمصان خفيفة، لابس لبس مفتوح، ما كانش قالع زي الحفلة اللي سابقة، فالموضوع أنا شايفه ما فيهوش أزمة. يعني حصل على تصريح قبل كده عشان بيغني في العروض المسرحية بتاعته، قلع لبس حد اتكلم، ما هو الناس بتقطع التذكرة وبتروح تتفرج عليه. الحفلة حظى بحضور جماهيري تجاوز 50,000، إلا إن الاتهامات والبلاغات تلاحقه. أنا ما عنديش إشكالية، أنا بتفرج على شو عرض ميوزيكال شو، لو حضرتك روحتي البوردوي هتتفرجي على الحاجات دي، حضرتك لو خرجتي أي في أي دولة أوروبية هتلاقي ده بيحصل، ومفيش اللغط اللي حصل عندنا. رمضان قدم أكثر من حفلة، إلا إن سكرتير النقابة يرفض تصنيفه كمطرب. محمد رمضان مش مطرب يا جماعة، محمد رمضان تاني نتفق بيعمل حالة. في فرق بين مطرب بيغني في وسط جمهور قاعد قاطع تيكت وقاعد بيتفرج عليه في دار الأوبرا أو قاعد في مسرح أو 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 أي مكان، ده مطرب، ده موضوع تاني مختلف. إنما محمد رمضان ممثل. برغم تصريح النقابة لمحمد رمضان إلا إنها منعت مطربي المهرجانات من إقامة الحفلات في الساحل. أنا واحد من ضمن أعضاء المجلس، أنا مش موافق على القرار اللي حصل، بس الأول قبل ما أقول ده ممنوع أو مش ممنوع أو 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 لا، يعرض على لجنة الأول ونختبره ونشوف ويصلح ولا لا يصلح، وبعد كده نبقى نبت وبعد كده نبقى نقرر. إنما أخد قرار على طول كده لا، أنا مش موافق على القرار. دفاع النقابة عن رمضان جعلها موضع اتهام في نزاهتها. خلي رمضان اللي يقول الكلام ده، إنما كل واحد بيقول اللي هو عاوزه. أما ختام فقرتنا النهاردة فهيكون لقاء حصري أجراه زميلنا مؤمن حيدة مع المصور المحترف كريم نور. كريم دايماً عامل ضجة بصوره، خاصة صور عمرو دياب واللي تعاون معاه في أكتر من كفر لألبوماته. علاقتي بعمر بادية من 2007، من أيام بوستر الليدي، ده أول ألبوم عملته مع عمر. الله على جماله في كده، الله أنا قلبي كان في حاله شاف عيونه تاب. تاريخ طويل بيجمع الفوتوغرافر كريم نور بالفنان عمرو دياب، فدايما بيستعين بيه في تصوير بوسترز ألبوماته والفوتو سيشنز الخاصة بيه. عمرو أنا وهو بنشتغل مع بعض طول الوقت، من 2007 لغاية دلوقتي وقت طويل. عمرو بيسافر كتير، لو كان حب يتصور في اي مكان كان ممكن يتصور، بس احنا في ثقه ما بيننا وفي علاقه بتربطنا وفي فهم اكتر كمان للموضوع. الموضوع مش بس تصوير، الموضوع انك تفهم الشخص اللي قدامك، انك تفهم الفن اللي بيعمله وانت مقدره وعارف اهميته، فبعرف اطلعه بالشكل اللي انا بشوف ان هو يستاهل ولازم يطلع فيه. معك قلبي وبلاش تغيب عني، بتوحشني معك قلبي والله ولا بنسى. أنا غير هو أحدث ألبومات عمرو دياب، وصور كريم نور بوسترز الألبوم بشكل غير تقليدي. الصور الأخيرة عشان كنت مسافر مع عمرو، صورنا مرتين، صورنا أول مرة في سانتروبي في فرنسا، وبعد كده صورنا في ميكونوس قبل الحفله بتاعت اليونان بتاعت ميكونوس، ونزل الصورتين اللي هم الناس شافتهم بيعبروا عن الالبوم، عن روح الاغاني اللي فيه، ودي حاجه مهمه جدا لان في الاخر هم ده الغلاف اللي بيبقى بتاع المنتج بتاع الالبوم، اللي هو ده برده في الاخر ما حدش بيعرفها غير عمرو دياب شخصيا. بحبه في الدلع وتقله، بحبه في قله عقله، بحبه في غيرته عليا، ولما بيتهيأ له.
بشعر كيرلي ولوك صيفي. أطلت دينا الشربيني على جمهورها في أحدث فوتو سيشن لها بعدسة كريم نور. بصور دينا الشربيني الحقيقة المرة دي والمرة اللي فاتت الصيف اللي فات كمان عملت يعني كلام كتير، الناس حباها جدا في الصور، بس حباها لأن أنا شايفها كمان مطلعها زي ما هي على الحقيقة. الحقيقة صورنا في الشوارع في سنتروبي، احنا بنبقى بنتحرك بتلقائية شديدة يعني مش بنبقى مقيدين بمكان معين، بنصور في كام حتة وبنشوف الأحلى يعني. والليلة حبيبي الليلة ليلة عمرنا، الليلة دي أجمل ليلة في حياتي أنا. نشر كريم نور على حسابه بإنستجرام صورة لمحمد حديد من تصويره. من فترة قريب قابلت محمد حديد في مصر وعملنا صور. محمد هو أبو جيجي حديد وبيلا حديد، راجل عنده achievements مهمة قوي، كان بطل أبطال الأولمبياد في وقت من الأوقات، وهو interior designer مهم جدا. الحقيقة تعرفت عليه وأنا بصور جيسيكا عزار، هي مذيعة لبنانية برضو عملت لها صور الحمد لله كانت كويسة قوي. وقت التصوير بتاعها تعرفت على محمد حديد وصورته ساعتها وهو انبسط وبقى فضلنا على اتصال بقى من بعدها يعني. وبعيد عن الوطن العربي بيتمنى كريم نور تصوير هؤلاء الفنانين. بص انا عالميا نفسي اصور مادونا، نفسي اصور ليدي جاجا، جي لو برضو، بس تقريبا دول اللي انا ممكن ابقى نفسي اصورهم بجد. الليلة رسالة أريان إلى بلقيس. للأسف ما بينا يعني هذا التواصل. كيف تقضي أدال عطلتها الصيفية؟ أغلب المشاهير بيستمتعوا بأجواء الصيف وبنشوف ده من خلال متابعتنا ليهم على السوشيال ميديا، ومن أبرزهم أدال اللي بيعتبر الصيف ده مختلف تماما بالنسبة ليها عن أي صيف تاني. هيدي هي المرة الأولى يلي بتقضي أدال الصيف لوحدها من أكثر من 7 سنوات، وذلك من بعد انفصالها عن زوجها سايمون كوناكي بأبريل الماضي، ولكن من الواضح أنها بدأت تتأقلم مع وضع الحالي وأصبحت أكثر سعادة عن أي فترة سابقة. فببداية أشهر الصيف الأولى حققت أدال حلم طفولتها وحضرت إحدى حفلات فرقة سبايس جيرلز الغنائية بويمبلي ستاديوم، والتقت فيهم وتصورت معهم. ويلي بيتابع أدال عبر حسابها على إنستغرام بيعرف إنها من أشد المعجبين بسبايس جيرلز من طفولتها. فيما قضت أوقات ممتعة أيضاً مع أصدقائها بمنطقة كولورادو ريفر باليو اس اي، واستمتعت بالشواطئ والجبال الخاصة بهالمنطقة الساحرة، كما أنها عم بتقوم بالتحضير لحفل الباتشلوريت الخاص بصديقتها المقربة جينيفر لورنس، كما عم بتساعدها بكل خطواتها قبل زواجها من كوك ماروني. وإلى جانب مهامها الصيفية الترفيهية والشخصية، مهمت أدال أعمالها، خاصة أنها غائبة عن جمهورها من فترة وقت طرحت ألبومها الثالث 25 ويلي حقق نجاح كبير،
فهي هلأ عم تشتغل على ألبومها الرابع يلي بالفعل قامت بتسجيل عدد من أغانيه، ولكن لغاية هلأ ما كشفت عن موعد طرحه، ولكنه بالطبع رح يحمل العديد من المفاجآت لعشاقها حول العالم. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. على الرغم من رشاقة ساندي، بس في علاقة حب بينها وبين الأكل في العربية، وفي مغامرة تحكي لنا عليها ساندي حصلت مع سامح حسين في العربية، فيا ترى حصل إيه؟ اتعلمت السواقة وأنا عندي 20 سنة، بسمع اغاني كتير قوي، بس يوجوالي بسمع اغاني فرنش، وبحب مغني اسمه سغومي، بحب اسمع اغاني بتاعته عشان فيها بيت كده لما بكون باد مود يعني. اه جدا، انا الوحيده تقريبا يعني، فبتشتم بسبب الموضوع ده. بصي، لحد دلوقتي ما عطلتش مني، على طول باكل وانا سايقه. عاده انا ما بسافرش يعني، ما بحبش المسافات الطويله، فبسافر لما بيكون في شغل، بس لازم اكون معايا درايفر يعني، مش بحب اسوق انا، بس مش خوف، لا هو عشان ببقى شغله بالي قوي وببقى عايزه اروح مودي حلو، فبسيبها على سواق بقى. اخر حاجه كان مع سامح حسين في فيلم عيش حياتك اللي ان شاء الله نزل قريب، وعملنا حركه مجنونه جدا ان احنا بدلنا يعني واحنا سايقين بدلنا الكراسي، فكانت حاجه حلوه قوي. بتحدى كارمن سليمان تركن زي عربود. الليله ماذا حدث في ام تي فيديو ميوزك اوورد. I love you guys so much. Thank you MTV for lifting up this point in this video. We love you. الفيلم المفضل لنداء شراره. صايع بحر. افلام تم تسريبها عبر الانترنت. تم إقامة حفل MTV Video Music Awards في نيوجيرسي، واللي بيعد واحد من أهم حفلات الجوائز الموسيقية في العالم، وقام سباستيان مانيسكالكو بتقديم الحفل، وبالطبع تم تسليم الجوائز للفائزين خلال السهرة. اشتعلت أجواء حفل MTV Video Music Awards بالفقرات الغنائية يلي شارك فيها عدد كبير من المغنيين، أبرزهم مايلي سايرس يلي قامت بغناء Slide Away، ويعتبر هيدا أول ظهور رسمي لإلها من بعد طلاقها من ليام هيمسوورث. وكذلك تايلور سويفت يلي قامت بغناء أغنية You Need To Calm Down، ويلي تعتبر إحدى أغنيات ألبومها الجديد Lover،
وهي الأغنية نفسها يلي فازت بالعديد من جوائز العام، حيث حصد الفيديو كليب الخاص فيها جائزتي فيديو اوف ذا يير وفيديو فور جود. I love you guys so much. Thank you MTV for lifting up this point in this video. We love you. وكان لكليب مي لتايلر ايضا وبراندن يوري الحظ بالفوز بجائزة افضل مؤثرات بصرية. كما حصلت اريانا جراندي على جائزة ارتست اوف ذا يير، واستوحزت اغنية بوي فريند ويلي تعاونت فيها مع سوشيال هاوس على جائزة سونج اوف ذا سمر. وبالرغم من ذلك الا انه اريانا تغيبت عن الحفل كعادتها باغلب حفلات توزيع جوائز. فيما ذهبت جائزة Song of the Year إلى النسخة الريميكس من أغنية Old Town Road لبيلي ري سايرس وللناس إكس. كما حصدت سينيوريتا لشون مانديز وكاميلا كابيو جائزة Best Collaboration وأم الثنائي بغناء على مسرح MTV. ومن المستحيل انه تخرج كاردي بي من حفل من دون ما تجني جائزة على الاقل، لذا كان من الطبيعي انه يفوز كليب اغنيتها ماني بباست هيب هوب كليب. اما كليب سكر لجوناس براذرز فحصد جائزة باست بوب. وذهبت جائزة Best K-Pop إلى كليب Boy With Love لبي تي اس وهالزي. وكذلك فاز كليب Waves لنورماني وبلاك ببست R&B. كما ربح كليب High Hopes لPanic at the Disco جائزة Best Drop. أما عن جوائز MTV التقديرية فراحت جائزة مايكل جاكسون فيديو فانغارد إلى ميسي إليوت، وكان واضح عليها التأثر الشديد أثناء تسلمها الجائزة. I love y'all with all my heart. If my heart could speak you would know how grateful I am. I'm so grateful. I'm so humbled. Thank you so much. I love y'all. فيما حصل مارك جايكوبس على Fashion Trailblazer Award وهي جائزة أول مرة تسلم في تاريخ MTV. Flattered and proud to be the first ever recipient of the Fashion Trailblazer Award. Thank you. ضيفتنا النهارده في سؤال وجواب هي النجمه الاردنيه الجميله نداء شراره اللي عندها محبه كبيره للهضبه عمرو دياب. نداء صاحبه الصوت القوي والجميل طبعا كشفت لينا عن علاقتها بالسفر والاكل، ويا ترى قالت ايه عن تامر عاشور؟ ملوخيه على الطريقه المصريه. والله ما فكرتش بهذا السؤال لاني بحب ازور كل يعني عندي فضول ازور كل البلدان. وهي كلها ماشيه بالعكس. صايع بحر. ما بين غرورها وعزه نفس. ما
اكتر فنان عمرو دياب. فنانين أغني معهم، بس ممكن إذا رجالي أغني مع تامر عاشور. الانتظار يعني أنا بخلي الناس تستناني كتير، بس هو الانتظار يعني. انتشرت من فترة ظاهرة تسريب الأفلام من دور العرض وبعدين اختفت لتعاود الظهور مرة أخرى في الفترة الأخيرة، واللي بالطبع بتأذي صناعة السينما المصرية. فخلينا نشوف إيه هي الأفلام اللي تم تسريبها. تفاجأ جمهور أحمد حلمي بتسريب فيلمه الجديد خيال ما آتى بعد 48 ساعة فقط من عرضه في دور العرض، حيث تم تصوير الفيلم بشكل احترافي وبجودة عالية، وتم رفعه وتداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ويشارك في بطولة الفيلم منة شلبي وحسن حسني، ولم يحقق الفيلم الإيرادات المتوقعة. لازم ما تفكرش غير في حاجة واحدة بس، تن تن، إنك ما تفكرش. صدق صح. الوداع يا حبيبي. وأيضا تعرض فيلم ولاد رزق 2 للتسريب على الإنترنت في الوقت الذي ينافس فيه بدور العرض ويتصدر قائمة الإيرادات، فمنذ طرحه حقق في أول 10 أيام 60 مليون جنيه، والفيلم بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي. وضغور الفلوس قدام أزيد أي حد فينا، إن احنا مش ربك نام، أما عن فيلم كريم عبد العزيز وهند صبري الفيل الأزرق 2، فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي نسخة مسربة له، وانتشر الفيلم أيضا على المواقع الإلكترونية، والنسخة المسربة تم تصويرها بكاميرا هاتف محمول، وحقق في أول 3 أسابيع من عرضه 66 مليون جنيه، ومن المؤكد أن هذا التسريب سيؤثر على إيرادات الفيلم. لا تخاف ولكن احذر. وفي موسم عيد الفطر الماضي تم تسريب فيلم محمد سعد الذي طرح بعنوان محمد حسين بعد طرحه بدور العرض بأيام، وحقق إجمالي إيرادات 4 مليون و800 ألف جنيه، وشارك في بطولته مي سليم. إيه المنجاية اللي جاية دي؟ أنت محمد حسين؟ دلولي بحمادة. اتفضل يلا تعالى وراي. يا ريت. إيه؟ أنا قلت أنا جيت. بعد الفاصل في عربود الليلة، أكبر خسارة في حياة أريام. صعب صعب أعلق يعني، أبويا وقائدي ومعلمي وهو اللي سماني أريام. سلسلة أفلام فاست أند فيوريوس من أنجح وأكثر سلاسل الأفلام مشاهدة، والحلو إن فيلم هوبس أند شو نجح في استكمال النجاح ده، واللي من بطولة 2 من نجوم العالم دوين جونسون وجيسون ستاثام. I'm dealing with the future of the planet. استطاع فيلم هوبس أند شو لدوين جونسون وجيسون ستاثام إلى جانب إدريس ألبا، ويلي طرح ب 2 أغسطس 2019 من تحقيق إيرادات ضخمة، حيث تخطت الـ 430 مليون دولار لغاية هلأ من بعد أسابيع قليلة من صدوره، وبذلك بيكون خامس أعلى أفلام سلسلة Fast and Furious من حيث الإيرادات. كما أنه نجح بتصدر البوكس أوفيس الأمريكي لـ2 ويكندز متتاليين من وقت طرحه. Hobbs and Shaw.
هيدا إلى جانب تحقيقه لإيرادات وصلت $180 مليون حول العالم بأول ويكند من عرضه، وبذلك بيكون خامس أعلى أفلام لشركة يونيفرسال تحقيقاً للإيرادات بالأيام الأولى لعرضه على الإطلاق. بينما حقق هوبس اند شاو رقم قياسي جديد، فنجح بانه يكون اكثر فيلم بسلسله فاست اند فيوريوس تحقيقا للايرادات باول يوم لعرضه بكوريا الجنوبيه، وذلك ب 15 اغسطس، اي بعد عده ايام من موعد طرحه بالولايات المتحده. ومن المتوقع أن تتضاعف ايرادات الفيلم عالميا، حيث انه طرح بالصين ب 23 اغسطس، يلي من المؤكد إنه رح تحدث فارق كتير كبير. وتمكن الفيلم من نيل إشادة النقاد، حيث حصل على تقييم 88% على موقع Rotten Tomatoes، فأجت معظم الأراء إيجابية. وبعد النجاح الكبير للفيلم، هل رح تقرر الشركة العمل على جزء جديد منه أم لا؟ ضيفتنا في نجم الاسبوع النهارده هي الفنانه الاماراتيه اريام اللي دمعت عينيها لما سالناها على صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان رحمه الله، وحكت لنا عن خسارتها الكبيره برحيله وازاي اثر في حياتها وحياه الكثير في الامارات والخليج والعالم العربي. بقيت يمكن لا تربطني فيها علاقه اللي هي الشخصيه كثير، لكن التقينا في مناسبات كثيرة، ويمكن حتى التقيت فيها من قبل ما تدخل المجال يعني بتوسع، بس يعني بصراحة يعني للأسف ما بينا يعني هذا التواصل. لا الأولى هاي كبيرة شوي، يعني ما أريد حد يزعل مني بس صدقا يعني. صعب 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 أعلق يعني، أبويا وقائدي ومعلمي، وهو اللي سماني أريام، هو اللي اختار أريام تغني من قصايدة، وهي قصايدة اللي قدمتني للناس، والقصايدة هي اللي خلت الناس تحب أريام. يا مخضب الحنة في الكفوف، يا السولعي محلى دعاياك. ما يعني ما عرفت، بس جد كانت يمكن هذه أكبر خسارة يمكن في حياة أريام كلها، ويمكن حياة الناس كلها أكيد يعني مش بس أريام. فنانة أحلام أنا أحبها جدا على الصعيد الشخصي والفني، لكن هي هاي طبيعتها، هي هيك، فعشان هيك تلقين اللي يحبونها أكثر بكثير من أي حد ممكن ينتقدها أو ما يحبها، لأن هذه طبيعتها، هذه طريقتها في توصيل الرسالة، هذه يعني أحلام. أوه الحب حمود، والله كنت رح أجيبه معايا. حمود يعني شوفي دائما لما أتصور معه أكتب أنا مع الحب، درجة الناس قاموا يشكون يقولون منو الحب؟ تقول حمود اكسكيوز مي. يعني هو أحلى شيء بالبيت بأمانة، هو الطاقة الإيجابية، الوناسة، الضحك، الجنون، كل شيء كل شيء كل شيء. انتظروا بكرة الجزء الثاني من نجم الأسبوع مع الجميلة أريام. ما أعرف شو يجاوبون على هالسؤال. أكيد محمد حمد هو رقم واحد يعتبر، بدون ذكر أرقام والله كثير كثير عندي جد. تابع معانا بكرة هايدي موسى في تحدي الركض. ماشي ماشي، عديت 150 وده كان بالنسبة لي إنجاز رهيب. لو المساحة المية بتاعتها خلصت، لو البنزين خلص، لو هنزل وقف لو سمحت لو سمحت. بتحدى محمد سراج، وزي ما شفتم طبعا حاجة آخر مسخرة. Thank you.
عربود الليلة وكان فيها نجوم تراجعوا عن الاعتزال. سؤال لم تفكر فيه نداء شرارة. والله ما فكرتش بهذا السؤال لأني بحب أزور كل البلدان. إيرادات فيلم هوبس أند شو. You have no idea what we're dealing with. أغاني تسمعها ساندي لما بتكون في باد مود. بحب مغني اسمه سغومي، بحب أسمع أغاني بتاعته عشان فيها بيت كده لما بكون باد مود يعني. لماذا بكت أريام؟ هذه أكبر خسارة يمكن في حياة أريام كلها. وبكده تكون خلصت أحداث وأخبار حلقة النهاردة. استنونا بكرة وحلقة جديدة من عربود، وشكرا لمتابعتكم.